هذا وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتركيب كسوة الكعبة الاثنين القادم التاسع من شهر ذي الحجة بعد ان تم التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئاسة وكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح الشيبي. وبحسب وكاله الانباء السعوديه فان رئاسه الحرمين خصصت مركبه لنقل كسوه الكعبه المشرفه سعيا منها لتطوير وسيله نقل الكسوه لضمان الجوده العاليه وسوف تنطلق في صباح يوم التاسع من شهر ذي الحجه من مجمع الملك عبد العزيز لصناعه كسوه الكعبه المشرفه متجهه الى المسجد الحرام محمله بالكسوه الجديده